الخير، حلقة الأربع، نهاية الأسبوع، البوصلة. النهاردة هنختم التيار المعاصر ونختم معاه كل اللي عايزينه في هذا الحديث الذي ليس صحيحا ومنسوبا إلى رسول الله، حديث ناقصات عقل ودين. في آخر الحلقة أقول لكم حاجة مهمة عن المسألة بتاعت ليس صحيحا. احنا خلصنا الجانب التراثي الاسبوع اللي فات، وخلصنا المره دي من المؤسسه الرسميه للسلفيين، للسلفيين الذين هم وهابيون في الاصل، يعني شيوخ كده من هناك. خلصنا ثلاث انواع، فاضل التلقي، وخلصنا طبعا كتابات ومقالات وانترنت. فاضل التلقي بقى، التلقي المرئي الاسهل، السحر، التلاعب بالعقول اللي هو بسيط قوي. فتعالوا نبتدي برضو بالناس الرسميين، يعني او الاقرب للرسميين، ونشوف العقل العربي المعاصر التعبان من الحاجات دي جدا. وهتفكروا ده حديث ويعدي، دي كارثه. الحديث ده يخلي واحد يخرج بره الاسلام، وانا مش عشان كده، بس دي الحقيقه انه ليس صحيحا، لان انا اتكلمت عن قران وسنه صحيحه اصح منه، ولغه عربيه، وشرحت كل الشرح انه ليس صحيحا على الاطلاق، ليس صحيحا على الاطلاق. تعال نشوف اول فيديو. بالمناسبه قبل ما نشوف الفيديوهات، انا بطلت، يعني انا عمري اصلا من زمان ما جبتش موضوع الفيديوهات ده، لكن اولا ما عنديش وقت. انتوا بتتهموني ان انا يعني الحلقه نص ساعه وبحط فيها اكبر قدر المعلومات، وبنفضل نجري نلهث ورا الحاجه عشان نعرف نتمها لكم ككتاب علمي، يعني كبحث بس مرئي. اتنين، انا مش جايبها عشان التندر ولا السخريه، لكن هو ده الخطاب اللي داخل بيوتكم. مفيش ادنى شبه اللي قريتوه كده، كلام وياريته كلام حتى أقرب يعني. المهم أنا مش هضيع وقتكم كتير، حتى هجيب المقطع المهم بالظبط، لأني عندي كلام عايز أقوله مهم في نصف الحلقة الآخر. خلونا نبتدي مع الفيديو الأولاني ده. اللي عارفين اسمه عارفين اسمه، مش عارفين اسمه مش هقوله. ده الشيخ أحمد كريمة، بص بيقول لي على الحديث. مقولة أو خبر النساء ناقصات عقل ودين، هو ليس العقل هنا بمعنى الإدراك، وإلا أنا ما أخذنا الدين عن نساء النبي في سورة الأحزاب، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم، فكيف تكون المرأة ناقصة إدراك وفهم ووعي وأنا أخذ عنها الدين؟ من قال ذلك؟ ولكن هنا العقل إيه؟ بمعنى العاطفة. بمعنى إيه لحضرتك؟ أن المرأة لعاطفتها فهي عرضة للنسيان، ده نقصان العقل. لعاطفتها ولا لانها العاطفه عندها بتكون بالطبيعي ازيد من الرجل؟ بالظبط. يعني سواء كانت ام، سواء كانت بنت، سواء كانت اخت، فهي ساعات عرضه للنسيان، ده معنى نقصان العقل. نقصان الدين معروف. الشيخ احمد كريمه هو قال نقصان الدين معروف، فاحنا مفهومه هيقول ايه طبعا. مش محتاجه كلام. يعني العقل مقصود بيه العاطفه، العاطفة خليتها تشهد شهادة الراجل باتنين، يعني ما هي اتنين ستات مكان راجل. على فكرة الآية، اوعى حد يفتكرني اللي ما شافش الحلقات، الآية سليمة وتفسيرها هو الخاطئ. الآية بتتكلم عن نقص الخبرة، لكن هي إنسان لا ينسى بالطبيعة ولا بالخلقة ولا متخلفة ولا الكلام ده. ده الأوائل قالوا أصلا نقص في الخلق، المعاصرين قالوا نسيان، الاتنين غلط. وبعدين الحديث ده يبشرهم بالنار، وتكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير، ونقص عقل على وجه الحقيقة ونقص الدين، تبقى العقل هو العاطفة. نفس الكلام اللي قرتوه معنا التلات أيام اللي فاتوا، بس الفرق التلقي. الفيديو اللي جاي ده واحد من المؤسسة، بس حقيقة أنا معرفوش وما يهمنيش أعرفه، بس يعني واحد منهم، واحد معرفوش وأنا مش عارف اسمه ولا أنتوا عارفين اسمه، بس المهم القنوات اللي مش هقول إيه، يعني القنوات اللي واصلة للناس قوي. اسمه حضرتك تفسر بالتحديد ناقصات عقل ودين. نعم، عشان الناس تفهمها صح، لانه هم ربطينها بنقصات عقل ودين، عندهم تفكير وانهم مندفعين وبيتصرفوا بحماقه في بعض المواقف. ايه ده؟ مستحيل. لكل فعل رد فعل مساوي له في القوه ومضاد له في الاتجاه. هي لو تصرفت بحماقه انا السبب. انا اللي خليتها تعمل كده، انا اللي ضيقت عليها وخليت رد فعلها يكون اعنف من رد فعلي انا. فانا اللي فتحت الباب، انا اللي استفزتها. وده مش معناه مبرر ان هي تغلط طبعا، لا، بس طبعاً. انا بقول مين الخميره اللي خمر المشكله دي وفجرها وعملها بالطريقه دي. ناقصات عقل، قلت حاجه طبيه
وده الطب اتكلم فيها وابدع فيها واللي اطباء قالوا بما لا يدع مجال للشك ان طريقه خلق العقل ملوش علاقه بالذكاء، ملوش علاقه بالتفكير، بطريقه التفكير ده له علاقه بحجم المخ عند الراجل اكبر من حجم المخ عند الست. فده اعجاز لغوي، اعجاز علمي سيدنا النبي قاله من اكتر من 1400 سنه عليه الصلاه والسلام. في التكوين، في الحجم، مش في طريقه الفهم او في طريقه العقل او نسبه الذكاء. ودللت عليها بالطلبه اللي بيكونوا في الجامعه ولاد وبنات، والبنت تطلع تاخد امتياز لا وتتعين معيده في الجامعه لا، وتناقش ماجستير وتناقش دكتوراه وتبقى رئيس قسم وتبقى وزيره وتبقى وزيره، والشريعه الاسلاميه مستحيل وقفت قدامها. انا هحاول اتمالك نفسيا. قال لك وتبقى وزيره وتبقى بس الاسلام، بس لما تيجي تشهد تشهد باتنين. وبعدين اللي قالوا بقى يا جماعه، اللي قالوا العلم اثبت ان مخ عقل الراجل اكبر من مخ عقل الست، وابدعوا في الاعجاز العلمي. احلف بجد؟ طب ما هو الراجل اطول من الست، وقلب الراجل اكبر من قلب الست، والحاجات دي حاجات خلقيه يا استاذ، ملهاش علاقه خالص خالص بالفكر. والمقصود بالنقصان اللي انت بتقول اعجاز قالوا من 1400 سنه، يعني الرسول كان بيتكلم عن وزن العقل من في الحديث اللي هو حديث مكذوب ما حصلش. يا جدعان اللي بيتقال ده والله العظيم له اوصاف تانية. يعني انتوا فاكرين كده كويس؟ واللي بيسمعوه بقى، انتوا متخيلين بيسمعوا الاخ ده؟ اقسم بالله على حدود الدين فورا، على الحافة، احتمال ما يكونش، يعني احتمال يكون خرجوا. اعجاز ايه يا استاذ؟ ووزن عقل ايه؟ ده انا قلت لكم مره، اينشتاين بحاله عقله محطوط في المتحف البريطاني للنهارده مجمد، الناس كتير بتروح تشوفه على فكره. عقل اينشتاين اللي هو اعظم عقل في الانسانيه، مخترع النسبيه العامه والخاصه او مؤسس النظريات اللي بنت عليها كل اللي احنا فيه ده، عقله اقل من الوزن الطبيعي والحجم الطبيعي لاي راجل. مال ده يا حبيبي؟ تكوين المراه ده تكوين ان هي ارق في كل شيء واقل في كل شيء من ناحيه الوزن كله، حتى العظم كثافته اقل. مال ده ومال ان عقل كامل مكلف ويحاسب. وبعدين انت بتقول وتاخد ماجستير وتناقش ماجستير، بس الشريعه الاسلاميه لما تيجي توقفها قدام القاضي مش ممكن، مش ممكن اللي بيتقال، مستحيل تلقيه يا جماعة. كل ده عشان ايه؟ انتوا فاهمين الحديث ضعيف سهلة، لكن ازاي بقى نقعد بقى ايه التناقض ده؟ وايه كل اللي انتوا سمعتوه ده من كتابات لانترنت لتلفزيون وكله متفق؟ اما يدخلها في الغيرة زي واحد قريناه اول اسبوع، واحد العاطفة، واحد النسيان، واحد الخلقة العلمية زي التاني اللي قالك الوزن بتاع العقل أقل من الثلاثة كيلو. يعني القلب لو صغير ما بيقومش بأدوار، وقلب الست أصغر من قلب الراجل كوزن، خلاص ما بتحسش، هي بتحس أقل. ما هو أنا لازم أنزل المستوى ده في الكلام، أنا لازم أنزل المستوى الذهني ده في الكلام، ما هعمل إيه عشان نرد؟ في مشكلة، مشكلة كبيرة كبيرة فوق تصوركم. ده التلقي، عشان كده العقل العربي مدمر تماما ومقضي عليه، لان هم يا حرام التلقوا ده برضو. فهو طالع بقى عايز يقول الحل اللي انتم مش عارفينه، اللي ما درستوش في الحتة اللي احنا درسنا فيها، خدوا الاعجاز اللي جاي. فبيقعد يعيني، يعني اقول ايه؟ بس اقول ايه اوصاف عشان بس مش عايز يعني ندخل في مشاكل. اللي بيتقال ده ظلم للإسلام، مش هقول لك لأي حد تاني، ظلم إنه يتقال الكلام ده على إنه قال يعني المخرج الدين. فزي ما بقول لك اللي يسمع ده أقرب للإلحاد منه للإيمان في لحظتها، في لحظتها. وعلى إيه ده كله؟ يا ريتها آية قرآن مثلا كده بسم الله واضحة الدلالة. آيات القرآن أغلبها ظن الدلالة، يعني إيه؟ يعني معناه مش ثبوته، الآية فوق راسنا، إنما معناه بدليل اختلافهم. مش هم بيقعدوا يختلفوا يقول لك اختلافهم رحمه؟ طب احنا راضيين بالرحمه. ده يفهم من الايه شيء وده يفهم من الايه شيء، واحنا نفهم من الايه شيء، احنا لينا وجود. انما يا ابني ده حديث، يعني الموضوع كله احاد ظني، او حديث ده احاد بالمناسبه. اخرجه الشيخان ما اخرجه الشيخان، حديث احاد.
والحديث فيه كل الأدلة اللي أنا شرحتها من أسبوعين اللي تدل دلالة كاملة أنه حديث يناقض القرآن وفعل الرسول وأقواله الأخرى الأقوى ويناقض العقل الإنساني والعدالة الإلهية ويناقض كل شيء. ليه بتتعبوا نفسكم كده وبتتعبوا الإسلام معاكم؟ ليه الظلم ده؟ ليه ما تقولش والله أنا استبان لي أنا كشخص إنه هذا الحديث ليس صحيحا؟ إيه المشكلة؟ لكن زي ما قلت لكم وتخشى حاجات كتيرة قوي قوي قوي، ها؟ وتخشى الوظيفة وضيعها، وتخشى اسم حد معين واسم كتاب معين، وتخشى ألف شيء، والله أحق أن تخشى. أطلع فاصل ده وارجع لكم.